باسم من كلما نودي أجاب، باسم من بجلاله نشر السحاب، باسم من كلم موسى بلطف وألهمه النبوة والخطاب، باسم من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، باسم من شرع الجهاد ودمر الأحزاب، باسم من أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا وأهداه الرسالة والكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، صدق الله العظيم. ما زال الطيبون يرحلون ويتركوننا نعاني آلام الفراق، ما زالوا يرحلون ويتركوننا نواجه مصاعب الحياة وحدنا، فارفق بهم أيها القبر كما يرفق الحبيب بحبيبه، وكن رحيما بهم كرحمة الأم بولدها، أوما تدري من فيك فإن فيك أعز ما نملك وأصعب من نفارق، وفارساه أيدري القبر من فيه، فيه الفؤاد ومن بالروح أفديه، لولا الإله وإيمان أدين به لكنت قربك أشفي ما تلاقيه، لكنها سنة الله التي سلفت، إن الإله لما قد شاء ممضيه، كم من مواجع شتى قد بليت بها لكن موتك لا شيء يدانيه، لكن موتك أحزاني بأجمعها، يا ليت شعري ماذا أنت لاقيه، نزلت قبرك والأحزان عاصفة والدمع مني حبيس في مآقيه، واريتك الترب لا أدري بما صنعت مني اليدان ولا ما الكفن يطويه، أرجو المهيمن في سري وفي علني أن يجعل القبر روضا أنت من فيه، وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، أوفى الأنبياء رسالة وأسهلهم شريعة ومقالة، وأعظم الخلق هيبة وجلالة، وأشدهم بأسا وبسالة، وأحسنهم طينا، وأكثرهم طمأنينة، بعثه الله بالآيات البينات وأيده بالمعجزات الباهرات، فبكى بين يديه الجمل واهتز تحت قدمه الجبل، وشهد الضب له بالرسالة وسلمت عليه الغزالة، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. من ذا الذي أعنيه يا أهل الوفا، هو خير من خلق الإله وشرفا، هو من إذا هاج الفؤاد بذكره فاضت عيون العاشقين لتزرفا، وهو الذي إن مس غصنا يابسا ألقى الظلال على طبيب قد شفا، ما قال لا أبدا لسائل حاجة أو قال كلا في عطاء أو نفا، إن البخيل كما يقول نبينا من لم يصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المعزون الكرام، عدنا والعود أحمد، عدنا بفضل الله وحوله وقوته لنستكمل رحلتنا الإيمانية المباركة في هذه الليلة القرآنية، ليلة تكريم الرجل الفاضل والراحل العظيم، نقي السريرة زكي السيرة، طاهر اليد عفيف اللسان رقيق القلب،
معالي اللواء وجدي الجرواني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وباسم عائلات الجرواني الأفاضل أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيد مدير أمن محافظة المنوفية، كذلك أيضا السيد محافظ المنوفية، كذلك أيضا سيد مدير مكتب الأمن الوطني بمحافظة القليوبية، والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ، والسادة قيادات الجيش والشرطة الأفاضل، السادة القيادات التنفيذية والشعبية، جميع ربوع محافظة القليوبية والذين أتوا ليقدموا واجب العزاء في هذا الراحل العظيم. أيها الإخوة المعزون الكرام، شرفت محافظة القليوبية بأن يكون الراحل معالي اللواء وجدي الجرواني أحد قادات الأمن والأمان فيها بعد الله عز وجل. ونيابة عن محافظة القليوبية أجمع، أتى معالي الوزير وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس الهيئة المركزية والتخطيط الديني بالهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو معالي اللواء عبد العزيز بيك عمران ليقدم واجب العزاء. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به كلام المولى عز وجل. معنا في هذه الليلة فضيلة العلم القرآني الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، قطب اتحاد إذاعة القرآن الكريم وعلم من أعلام دولة التلاوة في جمهورية مصر العربية. يصطحب فضيلة العلم القرآني الإذاعي الكبير عضو مجلس الشؤون الإسلامية فضيلة القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. فضيلة العلم القرآني الكبير فضيلة الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح يستهل لنا ليلتنا القرآنية المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه لباس التوفيق والسداد ويرزقنا حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله ولا نكتم شهادة الله
والآن نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآسرين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا بما كنتم تعملون. يا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله
أقسمان بالله
ثم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا والأبرص
بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم
سبحانك
قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت صدق الله العظيم.
قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. عشنا واستمتعنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مع خير الكلم وخير الكلام، كلام المولى عز وجل، آيات بينات من كتاب الله تلاها علينا فضيلة العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وأحد أقطاب دولة التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي، الذي صال وجال في جميع دول العالم وحمل وشرف اسم مصر خارجا، فضيلة العلم القرآني الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير مستهل للجزء الثاني من هذه الليلة، ليلة تكريم الأب الكريم والراحل العظيم الذي غاب عن العيون ولم يغب عن القلوب، رحل بجسده ولكنه باق بسيرته الطيبة الطاهرة. رحم الله معالي اللواء وجدي الجرواني رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وإني لأرى المعزون يتوافدون من كل حدب وصوب ليقدموا واجب العزاء هذا، وإن دل فإنما يدل على سيرته الطيبة. رحمه الله تعالى، كان لين الخلق جميل الطبع بشوش الوجه بساما، وجعل ما قدمه في خدمة أهله ووطنه في ميزان حسناته. مشاركين العزاء إلى آل الجرواني جميعا، والذين يرسلون أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من حضر وقدم واجب العزاء، من السادة السيد مدير أمن محافظة المنوفية، السيد محافظ المنوفية، والسيد مدير المكتب الوطني بالمنوفية.